في البدء أتقدم بالشكر والامتنان إلى الشركات الراعية والمشاركة في هذا المنتدى، ولا كلية الهندسة ولا قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات لإقامته لهذا المنتدى. إن منتدى تكنولوجيا الكاميرات ومعدات التصوير يمثل انتقالة نوعية للتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الكاميرات ومعدات التصوير، وهو كذلك فرصة كبيرة للحضور وبالأخص إلى طلبة قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات للاستفادة من هذه التكنولوجيا وآلية توظيفها في مجال الإعلام البناء. إن الجامعة أيها الأخوة ومنذ تأسيسها سعت إلى تعشيق طلبتها مع سوق العمل من خلال التعرف المتبادل لكل من ما يتوفر من إمكانات وفرص في سوق العمل، وكذلك كفاءة الخريج ومهارته في التنافس على الفرص المتاحة، حيث عقدت الجامعة اتفاقات مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص لقناعتها بأن المستقبل يمثل ريادة القطاع الخاص في العراق والمنطقة. كما سعت الجامعة لتنفيذ برامج مشتركة مع بعض هذه الشركات مما أتاح فرصة الفائدة للطرفين. إن الانفتاح على متغيرات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي أيها السادة أصبح ضرورة مع تحديات فرص الوظائف المستقبلية، حيث وكما تعلمون هنالك عدد كبير من الوظائف ستختفي ويحل عدد أكبر من وظائف المستقبل، وإن قناعتنا في إعداد خريجين مؤهلين لهذا التنافس يحتاج إلى عقد الشراكات وإعداد مثل هذه الفعاليات لرسم صورة المستقبل. أكرر شكري وتقديري إلى الشركة الراعية لهذه الفعالية Earthlink، وإلى الشركات والقنوات المشاركة، قناة الجامعية، شركة فريم فيجن، شركة النبع، شركة رولا، وشركة قرطاج، وقسم هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات، متمنيا للجميع والمشاركين والحضور في النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.